باعتبار لذلك هناك بعض الدول والبلدان العربية اتجهت إلى وضع آلية، هذه الآلية تحسب وتقدر بها التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو في العمل. من ضمن هذه البلدان هي مصر، وضعت آلية تحسب بها هذه التكلفة بالتعاون بين الحكومة والمنظمات المدنية أيضا. ماذا عن هذه الآلية في رأيك، وكيف تتابعين هذا التقدم في هذا الإطار؟ وطبعا يعني الإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر بتأكد فعلا أن هناك أكثر من مليون امرأة بيتعرضوا للعنف الاقتصادي، وبتضطر يعني حوالي مليون سيدة متزوجة سنويا لترك منزل الزوجية بسبب عنف الزوج لإيجاد سكن بديل، والتكلفة بتصل إلى ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا. طبعا هذه الجزئية احنا عايزين ننظر إليها من منظور أعمق شوية من مجرد إنها سيدة تركت منزلها وتبحث على سكن بديل، ولكن احنا بنتكلم على تداعيات أخرى متعلقة بفكرة إن هذه السيدات تتعرض إلى ضغوط نفسية، هتضطر إلى يعني إلى تحمل تكاليف متمثلة في تكاليف علاج وتقديم مشورة وخدمات أخرى زي تكاليف رفع الدعاوى القضائية. كل الحاجات دي هي تكاليف غير مباشرة متمثلة في أجور مفقودة وإنتاجية وإمكانيات مهدرة. كل ده بيؤدي بالفعل إلى ضرورة التركيز على فكرة العنف الاقتصادي ضد المرأة، لأنه هو يكلف الدولة تكلفة كبيرة جدا، وبالتالي ممكن يعوق خطط التنمية المستدامة اللي اوريدي احنا فيها من اوريدي يعني الدولة أولت هذه القضية اهتماما من 2014 حتى الآن، وهي من القضايا اللي هي ممكن بالفعل إذا لم يتم النظر فيها بشكل واضح واهتمام ملحوظ إنها قد تعطل خطط التنمية المستدامة، وبالتالي هي من القضايا دكتور الأساسية. سهير.